في مسابقه واجتمعت لجنه من كبار الفنانين وقررت انه البوسترات المتقدمه للمسابقه لا ترقى لانها تعبر عن الحدث الكبير ده. فرحنا لفكره التعاون بين القطاعات. قطاع الفنون التشكيليه ساعدنا في المساله دي، وان شاء الله يبقى ده فتح التعاون مع كل حاجه، لانه الناس ما صممناش البوستر بس، معانا اثنين من قطاع الفنون التشكيليه شغالين معانا في كل البصريات اللي لها علاقه بالمعرض كمان.